السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معي في قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله هندير معكم الشباكية بمناسبة الحلول شهر رمضان علينا، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة والرزق والتيسير يا ربي، وباش ما يتمنيتو الله يدخل على جميع المسلمين يا ربي. الشباكية أنا غادي ندير لهم المقادير ديال كيلو ونص ديال الطحين. عندي هنا الزنجلان مطحون مزيان كيف ما كتشوفوا، يعني مطحون رقيق حتى ما كي باش ما ندوزش بك الشباكيه ما كتبداش تفرزت ليا، كنطحنو مزيان غير ما يخرج منه الزيت ديالو صافي. عندي هنا 4 الكيسان، انا المقادير كندير كناخذ بالكاس، يعني قياس كاس العنبه. عندي هنا 4 الكيسان ديال الزنجبيل المطحون، عندي هنا كاس ونص ديال اللوز طحون حتى هو غبر حتى هو طحن حتى هو طحنته وغربلته، يعني باش ما يبقاش فيه داك التفرسيت ديالو داك الحرش، هي باش ما يخسرش ليا العجينه. عندي واحد المعلقه كبيره ديال القرفه الدقوقه، عندي 2 معالق كبار ديال النافع من الدقوق حتى هو، عندي واحد الكوزه، وعندي واحد الضمه ديال الزعفران، ما عنديش الزعفران شعره. عندي الخميره المعجونه واحد طريقه الملحه. عندي هنا 400 غرام ديال الزبده نبته، انا كنستعمل نبته في الشباكيه كتجي غزاله. عندي واحد شويه ديال النسكه الحره مازال ما كيتاش، غادي ندكها مع السكر. هادو هما المقادير اللي غادي يكونوا في العجينه ان شاء الله، مع يعني عندي هنا كاس ديال زيت العود وربع كاس ديال يعني قل من ربع كاس ديال الخل العادي. عندي هنا قرعه ديال الزهر عامره، وعندي نص ديال القرعه الاخرى، هما اللي غادي نعجن بهم ان شاء الله. صافي هادو هما المكونات كاملين اللي غادي ندير بهم الشباكيه اللي غادي نعجنها ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي ندوب هاد الزبده وعاد نرجع باش نعجن العجينه. انا رجعت باش نعجن معكم العجينه بعد ما دابت لي الزبده وخليتها بردات شويه. دابا ان شاء الله غادي نبدا نعجن. انا شويه ديال الخميره شويه الملح هذوك الطريقات درتهم مع بعضياتهم، درت واحد القطيره ديال المزهر وذوبتهم مزيان. انا غادي ندير واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوه، يعني واحد القياس اللي هو قليل بزاف كما كتشوفوا، يعني اللي طلع المعلقه داك الراس ديالها شويه فيه صافي ماشي كثيره باش ما تجينيش الشباكيه من فوق وما تجينيش مزيانه. حتى هو غندوبو مع هاد شويه القطيره ديال النور ديال المزهر صافي، وغادي هذيك الضمه ديال الزعفران هي غادي نفكها مزيان هكا، هي الاولى في القصريه عاد باش ندير المقادير كاملين. المسكه الحره انا كيساعر بلا شويه ديال السكر، قليل ديال السكر ماشي بزاف صافي. ديك الكوزه طحنتها حكيتها عفوا حتى هي، انا ما طحنتش الكوزه كلها ماشي حكيتهاش كلها، خليت منها هاد شويه طحنتهاش كامله صافي. دابا غادي نخلط المقادير كلهم مع بعضياتهم، وغادي نخوي عليهم الزبده. بسم الله، يعني الزبده ملي كتذوب كتصفى كتولي بحال هكا مزيانه، داك الماء اللي تحتاني كله كيبقى ديالها. غادي نزيد هذاك شويه ديال الخل، وغنزيد كاس ديال زيت العود، زيت الزيتون، صافي. وغادي نخلط هاد الخليط مزيان باش ميبقاوش فيه، حيت الزنجبيل مطحون مزيان كيولي بحال لي مكركب شويه. غنطحنهم بحال هكا، وغادي قلت غادي نطحنهم ضروري من غلط ضروري من غلط في الهضره. ملي كتكب الما زهر كيتغير اللون ديال الزنجلان وديال اللون الداخل صافي. دابا غادي ندير الطحين، الطحين عيني ميزاني. انا المقادير اللي سندير هادو اللي عطيتكم ديال الكيلو، كيهزو ليا كيلو ربع ديال الطحين بالعبار، تيهزو ليا كيلو ربع. دابا انا عندي هنا الطحين مبغورش، ولكن غناخد عيني ميزاني تنشوف العجينه اللي بغيت، خاصها تكون قاصحه ما خاصهاش تكون رطبه. الا كانت رطبه ما كتجينيش الشباكيه مزيانه، كتجيني قاصحه، ولا كانت قاصحه العجينه كتجي الشباكيه تبارك الله معلكه. ولكن كنصبروا معها شويه في الدليك وفي التشباك
كنصبروا معها باش كناخذ واحد النتيجه اللي كتكون رائعه تبارك الله. ديال الشباكيه مازال خاصني شويه ديال الطحين صافي، غنستمر ان شاء الله حتى نعجن العجينه باش ما يجينيش الفيديو طويل ونرجع معكم. صافي انا جمعتها مزيان، يعني بقيت كندلك فيها حيت جمعت ليا، ولكن واخا قاصح العجينه ما مرطباش باش كنحصلوا على واحد النتيجه كيف ما قلت لكم. كتكون ديال الشباكيه كتكون معلكه الا كانت العجينه قاصحه، وكاين واحد السر ديال العسل حتى هو كيخلي الشباكيه كتكون معلكه وكتاخذ واحد المده طويله باش كتبقى مزيانه ما كتنشف لينا حتى شي حاجه. صافي دابا ان شاء الله غادي نكورها على حسب الكويرات اللي انا بغيت باش يجيني لكم. هذوك ندير الكويرات شويه صغار ما نديرهمش كبار. هذا هو القياس اللي غنمشي عليه ديال الكويرات. كما انا درت الكويرات صغار كنغلب عليهم ودغيا تيتلكو كيتاك غير كنخدمهم ما تسلقوش، الا درت الكره كبيره كتجيني العجينه غليظه، واخا كتكون غليظه ما كتكونش الشباكيه كتجي غليظه ما كتجيش مزيانه. صافي ان شاء الله هذا هو القياس اللي غادي نبقى نخدم عليه حتى نكمل يعني هاد العجينه كامله. من بعد ما كورت الكويرات كاملين غادي نغطيهم بالبلاستيك حتى نرجع ان شاء الله نخدمهم. صافي انا غطيتهم وغادي نخليهم حتى نرجع نخدمهم. بسم الله انا خديت هنا واحد الكويره اللي انا خليتهم حتى تلقوا شويه من بعد ما جمعت البلاصه اللي انا خدمت فيها. صافي انا دابا درتها حطيتها هنايا وغادي ندلكها بالدلاك، يعني غادي ندلكها مزيان. قد ما كانت الكويره صغيره قد ما كتعطينا النتيجه ديال الورقه مزيانه، الا كانت غليظه ما غاديش كتجي ورقه غليظه. وحتى الاسكاس ديال البلاصه اللي كنخدموا فيها الا كانت صغيره كتنفعنا بهاد الكويره اللي كتكون صغيره. غندير معكم كيفاش انا كنشبك الشباكيه ديالي. كندير السميطه صغيره ما تنديرهاش انا كبيره، انا تعجبني الشباكيه صغيره. وكناخذ الجراره العاديه يعني وكنبدا ندير الافتحات صغار، كندير ربعه ديال الافتحات، حتى جوج ثلاثه اربعه كيعطيونا واحد الشكل زوين ديال الشباكيه. السميطات كيكونوا قادين. صافي وكنبدا كنشبك غير وحيده بوحيده بسم الله، يعني كندير هاد السميطه هاد القنيه مع خو مع القنيه الثاني وكنقلبها كتعطيني هاد الشكل هذا ديال الشبكيه. الا تحلات لينا او شي حاجه كنعاودو نضغطو عليها من الجنب وكنرجعوها كيف ما كانت. صافي وحده يعني الفوق ديما دائما الاولى الفوق والثانيه لتحت، الثالثه الفوق والرابعه لتحت، الخامسه كندخلها في الوسط، الخامسه كندخلها في الوسط ديال العجينه اللي انا جمعت من درت من الجناب. وكنضغط هذا القنت مع هذا القنت كنضغط عليهم بجوج وكنقلبها كتعطيني هذا الشكل. الشكل ديالي اللي غادي انا غنمشي عليه ساهل يعني بسيط بزاف، الاولى الفوق الثانية لتحت، وانا غاده كنوصل للخر كندخلها الوسط وكنجر وكنحط القنت على القنت وكنقلب الشباكيه كتعطيني هذا الشكل، يعني الشكل البلدي ديالها الاصيلي. غنستمر بحال هكا حتى نكمل ان شاء الله كل شيء، ومن بعد ان شاء الله ندوز باش نقليها. رجعت معكم من بعد ما شبكت الشباكيه كلها، يعني ما شبكتها كامله ولكن على داك شويه الخميره اللي كنت انا دايره خفت تخسر لي ولا شي حاجه، اضطريت اني نديرها في الثلاجه. يعني كل البلاطو كنقادو وكنخشيه في الثلاجه. دابا هذا هو البلاطو الاول اللي انا خدمت، انا درت الزيت يسخن
يعني هذه عندي هاد الطنجره ثقيله شويه، هاد الطنجره ثقيله نيت هي اللي كنطيب فيها الشبكيه، كنحمر فيها طحين ديال الصفوف. صراحه ما بقيتش كنطيب فيها، ولكن كندير فيها هذا الشيء، كنقلي فيها وكنحمر فيها الطحين ديال الصفوف، يعني ثقيله وكنكون ناقصه البوطه، وكطيب الشبكيه على خطرها وكتجي محمره كلها، ما فيها حتى شي بلاصه اللي بيضه ولا معجنه ولا مع البوطه تكون لقصها مزيان. داكشي علاش كنخليها طيب على خطرها. دابا انا درت الزيت سخن، انا غادي نلوح فيه واحد الكريكيبه ديال العجينه. شوفوا السخن فعلا ما خلصش الزيت. صافي دابا غادي نبدا ان شاء الله نحط في الشبكيه. بسم الله. صافي نكون قاده بحال هكا بالفرشيط، طيب لي كلها مقعده. الشباكيه هنايا غتحمرات، غير كتبان مع البوله كتبان لي بحال هكا، هي راه تحمرات خدات اللون الذهبي ديالها. هنا عندي العسل، انا طيبتو العسل، كنطيبو عن سبق لي وكنت درت واحد الفيديو كتصيفط البريوات وشرحت الطريقه ديال العسل اللي كندير، ما فيها باس نعاود نذكر بطريقه مره اخرى. كندير قلب السكر، كندير اطرونس ديال الماء، كندير نص حامضه، وكندير شي حبات ديال القرنفل. صافي وكنسد عليه في الكوكوط حتى كنحس به طاب، كيعطي الريحه ديالو العسل ملي تيطيب كيعطي الريحه ديالو. صافي كنحلو، الا لقيتو مازال كنجربو في واحد الطبيسيل كنحطو الى حتى يبرد شويه، الا بان ليا ثقال يعني القوام اللي بغيت كن صافي كنطفي عليه، الا مازال كان باقي جاري شويه كنخليه يطيب حتى يعقد. والسر اللي قلت لكم فاش كنت كنصايب في الاول ديال السر ديال الشباكيه باش كتبقى معلكه، هو العسل تيكون ثقيل، الا كان خفيف الشباكيه كتنشف وما كتبقاش مزيانه، ولكن الا كان العسل ثقيل الشباكيه كتبقى رائعه، كتبقى معلكه، كتبقى واحد المده طويله. صراحه انا هذه التجربه ديالي في العسل دائما. صافي ان شاء الله دابا غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نطيب ونخلي العسل هاد الشباكيه تشرب مزيان في العسل. ملي كطيب القليل الاخرى كنزيد هذه وندير هذه حتى كنبقى نبادل وحده بوحده حتى نكمل كلشي ان شاء الله، باش ما يجينيش الفيديو طويل. وملي غادي نكمل كلشي ان شاء الله غادي نلقاكم في النهايه ديال الفيديو. انا رجعت معكم مره اخرى من بعد ما طيبت الشباكيه كيف ما شفتوا معايا، انا وريتكم واحد شويه منها باش ما يجينيش الفيديو طويل. صراحه جات رائعه، جات غزاله، رطبار طباهي وبنينه بداك المقادير اللي انا تندير فيها. كتكون دائما انا المذاق ديال الشباكيه ديالي هو هذا، داك المقادير اللي درت كيف ما شفتوا في بدايه الفيديو هي اللي تندير دائما. صراحه كنتمنى الاخوات يجربوا بحال هاد المقادير اللي درت انا، والسر ديال العسل اللي تيكون هو ثقيل كيخلي الشباكيه معلكه وكطول وكتاخذ واحد المده طويله. هذه هي الشباكيه اللي انا خدمت معكم اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. صراحه انا خدمتها اليوم النص ديال شعبان، هاد الشباكيه انا غادي نصيفطها لوسي اللي هي في الديار الفرنسيه، كنتمنى تعجبها بزاف. لوسي اللي هي عزيزه عليا بزاف، اللي هي الاخت الثانيه ديالي، نتمنى لها الصحه والسلامه يا ربي والرزق، والله يدخل عليها رمضان بالصحه والسلامه يا ربي، وبصحيحتها وبجميع المسلمين يا ربي يدخل عليهم هاد الشهر ديال رمضان بالصحه والسلامه. انا كنقدم لكم هاد الشباكيه بالصحه والراحه، واللي عجبو الفيديو ديالي اتابونا معايا وفعلي الجرس باش يوصلو كل جديد، ما تبخلوش عليا بلي لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.